المهم الله يحييك. الله يحييك عليكم. والحمد لله على السلامة. البارح تقول مع ناصر أو يوم زارك ناصر البارحة ولا أوله تقول لي كم على الحادثة؟ قال ربع. كيف تعطينا السنين؟ أقسم بالله تهولت. قال سبع. قال لي يمكن تسع. يمكن تسع صدق. أشهد لا إله إلا الله. كأنها صب للشيخ أول شيء. لا الشاي شوية باقي بصلحه، لكن صب لهم شاي من هذا ولا يا مرزوق القحطاني. آمد عيالكم وصيني عليك ومتخيل موصيتني. يقول لك تنتبه وانت رجال عندك سكر يوصل 600. واشوفك فرحت يا مقطعت مع ابو صالح الحربي. ابو صالح رجال هادي ورجال يستحي وعلى حاله. واشوفك حتى يخلي القرص هو عين اللي صوب ابو صالح ما يشوف ابها. تم تلمس اصابع الحربي. انتبه يا ابو صالح. ما كنا تاكل ناشف ما بيزنون وجهك. والله انا يرضع السكر ولا لا يا ابو علي. الله يطول عماركم ويطول عمركم. يا اسمع ابو يرفع السكر اذا كان من حلالك. لازم بلاش لازم بلاش ما يرضى. احنا نحف الانسان. احنا منبر اعلامي ويعني مسؤول واحد عن كلمته، لكن ترى العسل الطبيعي ما يرفعها زياده نهائيا. وهذا طبيعي يمكن يعني. لا لا مجرب ثلاثه في العشره، بينما العسل اللي مغشوش ولا اللي كذا واللي سكريات ألف استغفر الله العظيم، لأنه هذا كل شيء فيه شفاء وطبيعي. وكل شيء فيه شو اسمه طبيعي. الترطيب فيه 2.5. أنا شربت الأول والأول يا شيخ مع المشي والحركة عاشوا أجدادنا. وأنت تعرف إلى المياه نطحوا المياه ولا يعرفون مستشفى ولا مستوصف. وياكل السمن جامد يشربون طبيعي. حتى سبل الخرفانة تعرف الشحم صدق والله ما يقولونه. حتى الأطبار قالوا ما في شيء طبيعي أبدا. حتى السم حق الخروف هذا الشحم كرمكم الله ما في ضرر. اللي نعم اللي العكة يقول يا أبو الحناح وانا تقدر الدينة من الشحم صدقت ولا ضرر قدام شوية. شيخ أنا اسأل وتخيل وجه له رسالة عظيمة ولا السؤال البسيط يصل للقلوب وجهه بقناعة وبحديث وبشيء مجرب. يعني في خاطرك في ذمتك انك قنع بوتخيل من هو؟ كيف؟ لا بوتخيل يبغى له مشوى قنع في الدنيا. هو قنع بشيء واحد انه لا يذبح لغير الله عز وجل. نعم ممتاز. اليوم اخرج جمال ولا بس ترى اني جيت امسي ما حصلت لكم مخرج يا ابو. لا يا ابو سليمان لا والله ما حصل مخرج. ما احتاج قلطت عليه امسي بيته ويوم درى انها حاصله حاصله مع انه طلق وهو ما يجوز الطلاق والشيخ موجود لكن ابشركم انه طلق الفنجان وطلاقه هو بتخيل غير عن طلاق غيره لانه يطلق ومتخيل ورا الباب تسمع الطلاق. يعني هذا طلاق قوي ما في كلام يعني مو تواجب. وقلت انا ابشر بس على شرط ان عشاي في بيتك ما له دخل في ذبيحه البرنامج. هون يموت بعد انا يموت الواجب او يموت الضيف. والله الشيخ هاي الواجب ما اقدر. انت تقول ما اقدر والله ما اقدر بالشيخ. بس انا اعترفت له بالغرب. بيض الله وجهه يا ام دخلت يا ام تخيل ارفع رايتك والله وقضي الامر الذي كنت فيه. ابشرك ان شاء الله ما اموت وان يحيينا الله لين اطول الذبيحه. هذا شيء العلم عند الله. شيخ يا شيخ ما يقول ما يقول قال لك والله تموت الحين. ذاتها من ولا عسل؟ لا ما وش عليك منها؟ ما ادري ايش العسل هذا زيتون ولا بعد 25 لقمه ما ادري. وجيب قربك يا شيخ والله ما يخلي وجهي ربك 50. الشيخ توي يهدد عليك على المناعه. يقول يقول بعد 25 ما دريت يسوي. الله يسعدك يا ابو عبد الله. ترى شوف ترى ميزه الواحد اللي ما عنده سنون ياكلها اسرع منا. ما يطول يطعم غير يدرمحه ويدخل يتروع ما تطعم. الله يبيح الله يخلف عليك يا ابو علي من حضر. بيض وجهك يا ابو علي. سامعه العافيه وبرادها. ايادي ما تمسها النار ان شاء الله. الله يرضى عليك ويديك ويدي مي يسمع واهلك واهلك واسرتك كل اللي عندك. جزاك الله خير. لا ليه يعني قصد السمن ما يرضع السكر؟ يقولون لا ولا شيء ما يرضع. ما اللي يقول هذا؟ يقول لا 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 اما وش العسل هذا ظني انها تري يا شيخ. انت انا ارى انك تاخذ العسل فاذا انتهيت مر السمن والزيت علشان يبعد اللي قدامه. والله حياك الله انت عارفها ما عاد تشهد له. ما شاء الله شوف الحركه بي احساس صح. ما شاء الله لا لا كما في الشكر رقم واحد ما شاء الله الله يجعله. وتخيل والله زبدت بجبل خلاص. اي والله وهذا كمل علشان ابو علي لا يجد في نفسه. حطه صلاه جامعه لان ابو علي لان الانسان ما يدري متى الموت. هو يحمل الموت في
بيبطي يا شيخ يموت والله وشبعان. والله اني بيبطي كلمة يمنعكم يسمع يا ابو علي من يقول لا يموت الحطاني يحملونك اياه لا ما اجل لا يعلم الله انه يوصل عندي 600 يعني قصدك لا حرم ها قصدك لا حرم العسل السكين هنا تذبحه عشان لا يحرم مسلم ما يذبح مسلم لكن انا شكرا لكم شكرا لك صدق يوم جاء يوم اني زعلمتكم يوم متخيل عليه السلام ما ادري سيف الله يعني سبحان الله ترى احيانا سبحان الله اذا معك حظ ربي يسخر لك الناس وامر في البيت اخذه قال يا ابو عبد الله انت غدا ودارين عزوب هنا انت غديت ولا لا قلت والله صراحه اني ما تغديت قال ابشر ابشر والله يا جيت انا مضبط لك بس من يدك لاني في حراره شوي لكن باخذه من يدك المهم ويم لديك الحافظه تسوي متخيل لك الحافظه قرص ويجيب كاستنا مغطاه مليانه حليب زنجبيل واحنا جايين في الاثنين مغطى انت يا ابو تخيل يا مريت وخذيته قال يا ابو عبد الله والله ابشر بساعتك والله لو ان الذبيحه تشل اني لاجيبها معك في السياره لكن متخيل قلت يا رجال الحمد لله ترى احيانا من فضل الله على الواحد يرزق الله مرة صالحه تعينه ويجيب الحافظه والله اني امشي يا اخواني انا عارف رفيق زين اقول يا ولد هو معقول ابو تخيل جايب الحافظه ذي لي ولا حليب هو ياخذها ويحطها عنده يا ابو عبد الله كل شوي تاكل هذا الحين ولا شوي قلت لا خلينا نخلص البرنامج المخلص البرنامج يا خلص البرنامج ادري بخلص البرنامج انخفض السكر وتحسف يبغى الحافظه ما يبغاني اكلها انا ولا يدري وش يسوي شوي وانا نسي شوي اللي يقول بدي وعبد الله الوقت ضيق يا اخوي القرص القرص ظني انه برد وقلت طيب شوي قال السمن ظني انه جمد قلت طيب قال انا والله اني خابركم انتم يا اهل الديره يجيكم انتم تحبون القرص المفروك دريت انا قلت والله ما انا بنحبه قال لي والله الصاد هالنعمه ما يجوز تبذيرها المهم فنزل من السياره يا معودت عليه هم لين فشحن في المقعده قال كذي هم لي ضاربين بالحافظه انا هم ياكلوا القرص اللي جاب لي يا ركبت انا قال اظنك ما دامك ما اكلت القرص حتى الحليب الزنجبي ما انت بشاربه اقول له ان شاء الله ان على خير هي يكفيها النيه انه نوى لك نيه ينوي بياكل الله يجعل والديه بالجنه والديكم اذكر انفسنا ونذكر اخواننا المتابعين والمتابعات وحنا حريصين في مثل هذا البرامج ان يكون بصمه ولا حاجه تشفع لنا عند مولانا يوم تخف الموازين وتذكر جعلنا وانتم من تذكر الموازين بالحسنات بهذا الوقف اللي ندعي له ويقول لكم الدال على الخير كفاعله وقف عروه الايام هذه عانونا الحمد لله يوم سرحنا كل ابونا اليوم برداني كل منا تطول الدولاب وخذ له ذوب واللي خذ له بشت واللي خذ له فروه ودفينا وركبنا مترن جديد وحطينا مكيف على الحار والبيت مقفل علينا دافين ترى فيه من اخواننا ومجتمعنا يا اخواني اللي ما يلقى وش يدفابه وعياله ترى فيه اللي ما عنده متر يركب فيه ترى فيه اللي الان مسرح عياله ما عندهم الفسحه ترى فيه اللي الان هو عياله لحد الان ما بقي كانوا عيشه ترى فيه اللي الكهرباء مقطوع عنه ترى فيه اللي ما عنده غاز ترى فيه هذول من لهم بعد الله الا انا وانتم الخيرين غير الايتام نذكر بهذا الوقت يا شيخ الايتام مسلم صدق صدق ابو عبد الله اولا يا احبابي الوقف هذا في عروه من الدولة مأذون بها بإسراف الدولة الحمد لله تبرع المتبرع يصل وعليه ناس برقابة وطلبة علم وناس ومسؤولين الحمد لله الأمر الثاني شوف الجوائز من الله قبل ما تفكر أنت في فضل الصدقة الحمد لله يقول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتي يا سلام في الجنة في الفردوس الأعلى ثاني أنت عارف أنه حين يقول السهم الآن ب250 ريال صدق يا بعضهم حتى من الشباب أنه يأخذ في قهوة صدقت وفي كوفي 250 ولا أكل حتى ما يأكل أكثره وانه يروح في وجبه صغيره ويروح في لعبه اطفال ويروح في اشياء لكنك تدخل عند ملك الملوك ترى وقف دائم وصدقه جاريه وفيها من تفريج الكرب ما يعلمه الله يقول داوم مرضاكم بالصدقه وبشرك يوم جينا يوم الاثنين جاء تبرع يا اخي من الشعب هذا الكبير النبيل العظيم سبحان الله امراه تتصل عندها ظن 10,000 في الجلسه وغير والله كنا نتابعكم نعم ولذلك يا شيخ والله إني ما رأيت مثل الصدقة يقول صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وداوم مرضاكم بالصدقة وشوفوا يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملكان كل صباح ينادي يعني يقول واحد منهما في صحيح مسلم اللهم أعطي منفقا خلفا يخلف عليك الله من حيث ما تشعر ترى ما تنقص الصدقة لا والله ما تنقص لم بل تزده بل تزد الماء ويقول الثاني اللهم أعطي ممسكا تلفا ترى الممسك هذا يجيك حادث سيارة يجيه ضربة يجيه شيء يجيه مرض يجيه شيء فما مثل هو من مال الله سبحانه وتعالى أخذ أعطانا الكثير وأخذ طلب منا القليل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سلف الله وبشر يوم العرض الله يوم العرض أكبر عيد يقول سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم
في سبيله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم. يا أخي هناك أيتام لا أبو لا أب ولا أم، وهناك رامل لا يكد عليهم أحد، وفي مريض أيضا من كذا، وفيها فقراء ومساكين، والحمد لله أن صارت الأمور بينة. حسابك اللي تدفع الريال يصل هناك، ما تخاف في نزاهة، ما تخاف الحمد لله، وكل شيء يصل بحساب وحوكمة وحوكمة ورقابة حتى يصل إلى الفقير، وأنت في بيتك والله سبحانه وتعالى لك الأجر وأنت مرتاح. شوف الحمد لله بعض، شوف القبائل الآن يجيك في عزيمة يمكن ينحر 30-40 خروف صدق، وربما النية ما تحضرها صدق. بعضهم حتى فيها إن شاء الله مكابرة وهياط صدق. بينما يقول 250 قال 250 كيف هو لليتيم ليش أعطيها وين بتروح وأنت تعطي ملك الملوك سبحانه الله. قال صلى الله عليه وسلم فإن الله يتقبلها بيده سبحانه إيش المكرم لله يد التليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء فينميها لأحدكم يكبرها كما فتبلغ مثل أحد مثل جبل أحد صدقة صغيرة لكن ملك الملوك التعامل مع رحم الراحمين سبحان. اللي يعطي سبحانه سبحان. يلا يا من لا نعاد الخوف من الخوف حي والله ذا العين لا شريك الله في ملكه ولا عمد سواه بالجدلان فيك تشخيص البصائر ومدات الكفوف يا كريم من يكرمون الأكارم هذا الشهر من عطاه ترى أن كرمنا ترى ذرة يا كريم من يكرمون الأكارم من عطاه عالم اللي معلمه شايف اللي ما نشوف خافين سره ولا سره ما هي بتخفى لا جفان القل واللي روى بعض ضعف جاء ربي ما يرين غضبه ولا جفان ولا انقف الباب من الرزق حراسه وقوف فتحت بيبان الرزاق من كل اتجاه والله برزقك سبحانه الذي رزق الطير ورزق الحوت بس انفق ما عندكم ينفد وما عند الله باق وهو يخرفه سبحانه وتعالى حتى خلف بن هذار شاعر الوطن الله يمتع بحياته يقول يا جواد من كل من جاد من جوده يجود يقول في أول يقول يلا يلا فزعتك يا رحيم ويا ودود يا حليم من عند وقع المصائب يا جواد كل من جاد من جوده يجود والله إنما جدنا إلا بذرة من أعطانا خير الله وإنما حط على السفر وحط في المناسبات وفي الأفراح ومن الذبائح ومن العطاء ومن الخير إلا فضل الله إلا فيضه سبحانه ملك الملوك يا جواد كل من جاد من جوده يجود يا مشرفنا بحب الكتاب المنزلة بمرك أحداث الليالي تحل وتفتلى يا مشرفنا بحب ما سجدنا لوجهك بطاعتك السجود بمرك أحداث الليالي تحل وتفتلى سبحانه جل في علاه وابشر أنك تتعامل مع أكرم الأكرمين اللي يعطي ويخلف سبحانه ويعوضك بصحة في ذريتك وفي أهلك وياك امرئنا. أنا أسمع واحد من مشايخ يقول والله أني يقول لي واحد أني ما أملك إلا 5000 قالوا أنه قال ضاقت الدنيا قال فتعالي عائلة قال والله ما عندهم شيء من الأيتام أخبرونا قال فأروح بالخمسة قلت اللهم منك تعلم إني ما أملك في الدنيا إلا هذه الخمسة فإن كنت تعلم أني ما أعطيتها للوجه الكريم فاخلف علي وردها علي قال والله إنها راحت في تجارة وبعد إنها صارت 5 مليون عندي وأعلن أحد دكاترة كان في جامعة الإمام وإنه شوفها إنه ما عندكم ينفد. أنا أشوف من قصصنا أشوفها الحمد لله العالم الإسلامي وفيهم خير وكل العالم لكن شعبنا ترى شعب عظيم عندنا كياتن عظيمة وشعب عظيم الحمد لله لأن بادين حنا الرسالة من عندنا وجبريل عندنا جاء عندنا والحرمين ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله نسعى إلى المجد رجاله وخياله منا عمر والمثنى صاحب الثلة وخالد بن الوليد بدار نجاره جبريل جاء في بلد الوحي في ظله ما جاء بلندن ولا باريس بظلاله يا سلام أنا أعلمكم قصة وقعت في الرياض علمني حد القضاة اسمح لي لو قاطعتك ابو صالح لك شمس تجي مكاني ولا تجي عندي ترى الشمس احسن له نعم في تامين دال ووصي بها شوف يا حبيبي واحد في الرياض طبعا ما يحب اعلان اسمه لكنه يعني يدور الان الحمد لله الله يبيض وجهه ويخلف عليه خلفه يقول استاجر مني واحد عائلته كانت كبيره فله وعنده خير هو قال يخبرون المشايخ القاضي يخبرنا قال فاجروا هذا فله وابوهم كان عنده خير ابو العائله استاجر فله دورين قال ومات ابو العائله موت مفاجئ سمعتوا معي مات ابو العائله مات اتصل صاحب البيت قال ما بتسددون ايجار ردت المراه قالت والله ابونا مات وانما نقدر نسدد ولا عندنا دخل قال كم تاخذون حلالي قالت والله ما عندنا شيء لا ولد موظف وانه مات سكته مفاجئ قال موعدنا بكره المحكمه قال عودة تأخذ البطاقة قال المحامي تحضرين عودة حضرت قال أحد أتى هو قال يا شيخ أنا أجرتهم وعلمتني زوجها مات
اكتب البيت باسمها. نعم. دورين فيلا جديده في الخميس او ظهر ترى نزلت مقطع هذا قال ابن غريب حطاني الى ان علمني احد المحامين بالشيء. صدقت فالله يبيض وجهه. وترى ترى انا شفت قصص، انا شرفت على قصص لكن ما يبغون اخبر بها. صدقت يعني اللي اعطى ما يبغون اخبر بها. والله يكتب. الشيخ بعضهم يقول انا خلها بيني وبين الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع مال ولا بعينها. بعينها عند الله وبلقاها عند الواحد. فبشرك ان في من يعطي وفعلا نعرف قصص ونعرف اشياء ونسنها سبحان الله. ولكن اكرم الاكرمين اول اللي بيجود يوم العرض الاكبر وبيجود عليه في الدنيا قبل سبحانه. ما اكرمه ما اجله ما اعظمه. يقول سبحانه لو ان اولكم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المكيض كإذا طلب ولا شيء. ترى الخزائن كلها عنده مرة. يقول الشيخ سعيد المسفر الدكتور الداعية صديقنا سعيد المسفر القحطاني يقول قرأت في سير بني إسرائيل يقول صلى الله عليه وسلم محدث عن بني إسرائيل والحرج يعني من خبار عجب. قال يا سليمان عليه السلام أعطاه الله ملك الإنس والجن. قال يا ربي أنا جودك غمرنا جميعا وأنا أبغى ضيف من جودك أبغى ضيف عبادك يوم واحد. قال ما تقدر يا سليمان يوم واحد. قال وجبة واحدة يا رب. قال سبحانه تضيف أهل البر ولا أهل البحر الإنس ولا الجن بس وجبة. قال يا ربي هو من جودك أنا أبغى وجبة للبحر لأنه عند يقول في أول. قال أعطني يا ربي شهر وهي ما دبلهم. قال فجمع حتى لأنه ذكر الله نسخر لهم الجن فمد هذه السفرة وجاب هذا الأشياء وجمع هذه الذبائح وجمع من الأرزاق ومن الطيور ومن الأكبر. فأوحى الله قال سليمان قال بتأتيك سمكتين هي في ضيافتك عشان تعرف فضل بس. إيه فخرجت واحدة قال فالتهمت الصفرة وأخذت قال كأنها جرف جبال أو وديان. الله الله الله. وخرجت الثانية أكبر وأعظم شيء في الدنيا فالتهمت هذه السمكة. قالت اسمك أدي سمكة. قال يا سليمان أما تعرف أني ملك الملوك سبحان وإني أطعمهم في البر والبحر. يعطم يقول يطعم أعداءه يعطي أعداءه وأولياءه ومحبيه ومبغضيه والإنس والجن والطيور والزواحف ولا ينقص جوده ولا كرمه ولا ينتهي خزائنه ولا تغلق أبوابه ويطرقه الأبواب ويطرقون السؤال ويروح. والله يا الملوك إنهم كذا إنه في الليل يقول يا رب يا رب الملوك ملوك ملوك. وإنه يقول سبحانه يقول أنا الملك أين ملوك الأرض ويعطي سبحانه وتعالى ولا تنفذ خزائنه ولا تنتهي وكل ما طرقت بابه كل ما حبك إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا في المؤمر خائب وفيك وإلا في الغرام مضيع وعنك وإلا في المحدث كاذب. ولذلك يقول يسأله كل يوم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن هذا يسأل صحة وهذا ولد وهذا ذرية وهذا عمر وهذا مال وهذا قضاء دين وهذا مغفرة يعطي الجميع ويمنح الجميع ولا تنتهي خزائنه وكرمه فياض وكل ما سألته كل ما حبك كل ما أحبه. الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم كل حين يسأل يغضبه. والله لو كان أكرم واحد في الناس إذا جيت في اليوم الأول قلت ساعدني في زمان قال خذ ألف. جيت في اليوم الثاني قال تراني بحاجة لا خذ ألف. الثالث الرابع والله لو كان قال حسبي الله عليك هذا اليوم الله ينتقم. يعني عرفت بيتي ملك الملوك كل ما سألت حبك يقول اسأل وخذ وأعب وبيعطيك. ولذلك حب تقرأ بابه سبحانه اقرا الباب بس تجدنا عنده كرم ما يوصف سبحانه جل في علاه لا اله الا وش تقول في كرمه سبحانه وفي عطفه. انا اقول انفقوا وابشروا بالخلف والله ان يعطي سبحانه وتعالى. واني ما رايت يقولون تاجر عندنا في السعوديه كبير مره يقول وش السبب الثروه. قال والله ما علي له الا بالصدق انا رخيص صديق صديق. قال فارخ قال فارخ الله علي النعم صديق. ولذلك يقول أحد الصالحين قال خلي شنطتك المحفظة في جيبك. أيوة. فالملك الملوك سبحانه عنده الخلف لا إله إلا سبحانه وبيعطيك جل وعلا ولا تحتقر شيء الريال محفوظ عنده ولا جل في علاه لا إله إلا ولا رب سواه. أبشرك أن المجتمع في خير وأن كل ما أعلنا أن الرسائل ما توقف والتبرعات ما توقف وهم هم يتبرعون لجنة ولجل الدنيا يرجون ما عنده سبحانه. ولعل هذا المال اختبرنا يا إخواني فأروا الله من أنفسكم خيرا. معنا ضيف وطولنا عليه ولكن الضيف اللي يحضر معنا بحضور الشيخ عادل القرني لازم يتحملنا ومحظوظ إيه ومحظوظ إن شاء الله وهو أخوي الغناء. أسلم تفضل طال عمرك وعطنا مشاركة وعطنا تأكيد لما ذكرها فضيلة الشيخ
عن إنسان يعطي سبحان الله يعوضها الله بدبلات من العطاء. هذه قال إنها امرأة كبيرة بالسن عندها أيتام وتبي تتمنى بيت تظلل فيه بيت يعني من 60-70 قيمته من القوت الشعبية. وسط أحد رجال العقار إيه؟ واتصل عليه يوم من الأيام قال إني لقيت بيت ب70. هي طبعا تشفقت إنها لقيت بيت بهذا المبلغ. طبعا كلها عطايا من 70 ربعه 70,000 إيه تشريه تشريه تم تظلل فيه وياها بنيات عندها بعض والباقي فزعات والحريم مع بعضهن تفازع عن اللي أخذ زوجها واللي أخوها وجمعت. المهم كل اللي جمعت خلال 6 شهور 65. قامت وكلمت راعي المكتب قالت له عندي 65,000 وغدي أما يسامح بهالخمسة الباقي أو يأجلها. قال والله أنا مهلي لكن أبكلم الرجال. راحت له في المكتب نادى الرجال وجاء قال لعله وجه الوجه يستحي له من ذلك. المهم جاء قال ولا ينقص ريال يا طيب يا ابن الحلال يا يعني 5,000 أجلها لي وأعطك إياها ولا سامح بهالأيتام. ولكن رفض قال ولا خلاص لا تكتب شيء العقد. فأنهارت المرأة وقامت تبكي صاحت يعني لأن حست إن خلاص بنتي وهالي حصلتي بروح. ولا يسمعها رجلا مارا طالع من بقالت جنب المكتب اسمع صياح مرأة ويدخل على المكتب وش ليه عسل ما شروا لا 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 ويعلمونها بالسالفه. قال اكتب العقد يقولها هاللي جاء اكتب العقد واطلع من عنده وروح للصرافه واسحب 5,000 ويجي قال خذ هذه 5,000 اكتب العقد لها ويتمسك تاتمنى انت لا جودي. قال فعل خير يمي وتمسكها قبل يطلع تكفى علمني من انت. قال من انت قالت قل امين الله يفتحها بوجهك. ويطلع يحلف بالله انه راح نصلي المغرب وما بقي على المغرب لتوان الساعه. صل المغرب وانا طالع ولا يدق جوالي ورد ولا راعي مكتب شارم منه ارض قبل 5 سنين ب500,000 ماخذن دين وشال الارض. وكل ما بين اسبوع اسبوعين نطلع انا ومريتي وعيالي نقول نفرش فرشه فيها ارض ما بعد بنيت نفرش فيها ونتقهوى في الليل نجلس ونقعد داخلين نتمنى متى يطلع اسمي بالقرض علشان نبنيها عشان ابنيها. يقول جاء واحد يبعطوا كمية ما تبيعن الأرض. قلت لا وين أبيع الأرض حنا ما صدق نحصل لي 5 سنين وأنا أكد وأسدد في دينها. يقول المهم قال لي تعال تقهو. يقول أروح عنده في المكتب تقهو عنده وله نادى إن الرجال اللي يبيها هل يبي يشريها ويجي يحط يعطونه 500,000. قال المهم آخر شيء جاءوا قام الزبون هذا وطلع قال تعال يا ابو فلان قال شفت الاراضي هذه اللي جنبك هذه لاخوي وهذه لاختي وهذه العمي وهذه كلها اسرتنا وهذه ارضك بيننا حدها باللي تبي قال بمليون. الله اكبر قال شريت قال شريت سبحان الله دفع يعني دفع 5,000 جاء عن كل 1,100,000 شوف فاشترى ذا. يقول وعقبه خذها باع وجاء لمريته قال بعت الارض وشلون ذا قال يا بنت حلال بعتها جاب الله رزق فيها انا بنشتري ويشتري لها ارض ب 350 في منطقه هو يبدا يبني قبل يكمل 20 يوم طلع اسمه في البنك يا سلام وجت ال 500 للبنك بعد من غير المليون من غير المليون والله يضاعف المليون والله يضاعف المليون والله يضاعف المليون سبحان الله سبحان الله اخوي مالك. اول شيء انتم دالحين نظامكم من اول كان عندكم نظام خطوات 1,000 خطوه دالحين عندكم درجات ولا وش عندكم انتم المتسابقين ايش يعطونكم نقاط كم يعطونكم كل فقره لها نقاط معينه محدده كم يعني الفقره احسن فقره عندكم كم يعطونكم عليها نقطه في فقرات من 1,000 نقطه في فقرات من 500 نقطه طبعا مو لكل متسابق 500 مو لكل متسابقين يا مخرج يا مخرجنا يا علي يا مخرجنا الرجل ذا اللي معه 20 متسابق وكل صبح نسرح حنا والشيبان وهم رقود وسرح اليوم وطلب الله وقرا الاذكار وجا جلس معنا واستقبل ضيفنا عطوه من عندي انا والشيبان 200 نقطة واعطوه من عند الشيخ عاضل القرني كم؟ 500 نقطة يستاهل ترى مدتنا ومدت الشيخ عايض ما ترد يا مخرج يا مخرج هودا سجل هذا الله يعطيكم هيا عطنا مشاركه كان مبروك ششتين الله يطول عمركم الله يطول عمركم وابشروا بالسعد والله لا يهينكم جميعا اول شيء معكم مالك
ابو الابن ابو ميري. ونعم ما عليكم زوج الضميري. اي نعم. منين يا مالك؟ من عنيزة طال عمرك. ونعم ما عليكم زوج جميل. ونعم ما عليكم زوج. انا يوم اكون موجود معكم ومع الشيخ عايض كذلك هذه اضافه وشرف كبير. الله يوفقك. الله يعافيك. وانا حرصت في هذا اليوم اكون مع الشيخ عايض وكذلك معكم كذلك. وتقصيرا مني اني كنت نايث في الايام الماضيه ما حضرت. الجدول النوم كان اقول انت محظوظ. الله يطول عمرك. دعني الله الشيخ عايض. دعني الله نبحات انت قسم. الله يطول. ولا باقي ولا اعطينا والله ما حد قد اعطى 50 نقطه الا انت يا كريم سابله. لا قصدي ما قال 50 وهي من نقاط لكن الكريم كريم حتى بيعطى. الله يطول عمرك. يقولون ان صوتك جميل ما نبقى اعطنا شيله اعطنا قران. ابشر ما شاء الله. اقرا قول والله حد عشان ثلث القران. اي نعم اللي تبي تحافظ ان كانك حافظ. اي نعم وانتبه لو نسحب ال 500 ان كان قريتي ما بزينه بنسحبها. اي شيء هو يبغى بدل اشوف 500 ريال خضراء كذا بنحول على نفسه يقول انه عاف الدنيا عقب نصيحتك. اي والله يلا يا حبيبي ما هي طلعت بسهوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثلث القرآن والخمسمائة يأخذ كل خلاص وصل والله. هو بدل النقاط هذا لو 500 خضراء. لو اني بدل انا قلت 500 المكسب الاكبر. المكسب الاكبر يوم اني اكون معكم. هذا والله المكسب الكبير. اقول انت محظوظ. مش روح يا دقيقه ما دام الشيخ عايد ذكرك بالدنيا بطاقه الضمان خابر ما فيها الا 3000 كنت معطيني اياها. عطني اياها وروح. هذه تخص الابناء والزوجه. طيب انت عفت الدنيا خليك زوجة. لا لا اجل الله يا عقب يا وحي والله تسبي زوجة منك. والله يجعل وجهه في الجنة ولا ما يسمع. ما هم مجاملة ولا اي حاجة. ان ضميري ايوه قل فيه طمع في الدنيا في وذا الحين والله العظيم ما بيها مجاملة لانه نور. الله يقول لهم اياه. طيب ترى عندي انا وياك اعلان بعد شوي في العصر في المزاين اللي علمتك فيه امس. مزاين البل من 10000 بتروح له ولا بتروح تعبد الله بتقل. لا 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 اصلي وبعد يصلي ويصلي ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. والله اني واقف معك الشيخ. يا ابو عبد الرحمن وابو علي الوقت معنا ابغى نروح المعرض والصلاه وصلت. ترى يا شيخ اعطنا سم الشيخ اعطنا عشان بصلي قدام وانت وانت عذرتني من اول عشان ظرف. والله اني معذرك لكن عطنا 10 دقائق ربع ساعه بمر المعرض ومروح اذا سمحت. بناخذ من ابو عبد الرحمن كلمه ومن ابو علي كلمه. تفضل. انا بسالك الكلام يجر بعضهم المواقف. احنا تكلمنا عن قدره الله سبحانه وتعالى في من يسر او من كان في رجال اطلب مبلغ وقصد بقى عليها 2000 ريال. 2000 ريال هو تاخر فيها حقيقه. هو لو طلبنيها زميل لي ايه لو طلبنيها قلت له ما في مشكله ولكن قال بروح للمكتبة أوصلها هناك وكذا. مشت الأيام توفاها الله الرجل هذا بعد ما قطعت من حوالي 30 أو 40 سنين. ويعلموني خويانا قالوا ترى فلان توفى الله يرحمه لأن يذكر الألفين علي وأعرف أخوه. قلت يبغى الألفين ريال أكلم أخوه في ورثته ولا أقول لهم فلان أطلب 2000 ريال الله يحله ويبيعه ويسامحه. جزاك الله خير. ما جاء أسبوع أقل من أسبوع إلا تجيني حوالة 12000 وعليها كسور ما تدري منين في حسابي بنك الراجحي من شركة اسمها الفلاني. قلت هذا واحد بيسدد فاتورته جت في حسابي بالغلط حتى فيها كسور. إيه فيها 121 وزي كذا فيها كسور. استغرب 12000 على كسور. أي تقول حساب فاتورة. رحت ابحث كلمت الشركه اخذت رقم الشركه قالوا احنا 3 شركات للاتصالات وللصيانه وللمواد الغذائيه اي منهن. قلت والله ما اعلم اي منهن جاني حسابي. كلمت المصري قال بتحط رقمك. جاني احد يسال قلت بيرجع ان شاء الله بيلقى الحساب وين هي ويلقى. جلست كذا يوم طال عمرك ولا ثلاثه. ثلاث ايش؟ 3000 غير 12؟ اي ما يلا شوي طال عمرك وليا 9000 ايه والد عطنا رقم حساب. ابي اعلمك الخير اتباع منها تعدت 30000.
أنا جلست أبحث أفتش كل شيء وش اللي هذا. طرع علي واحد قبل 10 سنين صاير بيني وبينه التعامل، تخني تعامل بيني وبينه وقعت معه ورقة على تذكر النغمات حقت الأصوات اللي كان يسجلونها إلا إيه صدقت اللي هو عبد الغني البكري الشهري إيه. أبو فهد الله يسعد صباح يسعد معه يستاهل الوفي الوفي يستاهل ينكا. وأنا دق عليه يوم دقت عليه ما رد علي، دقت على المغربية ما رد. يوم الساعة 12 بالليل والله أنا يدق تليفون ويطلع عندي الرقم كذا بدون رقم، اسم غريب غير معروف أو زي كذا رقم يجي مدري شنو يتصل بك بس ما هو برقم لا واضح ولا شيء. رديت علي مرحبا مسألة، قال أخويا دقيت علي، قلت متى؟ قال الظهر، قلت لا ما دقيت عليك الظهر، ما أنا ما دقيت ما تدري أنا ما دقيت الظهر، أنا بدق المغرب يمكن خارج المملكة. أي خارج. قال قلت أنت منين؟ أنت منين؟ قال أنا برا من أوروبا ما أدري وين. قلت والله ما عندي شيء. قلت يوم جيت بسكر وياه قلت أنا مني في الشويب ما انتهينا ما غلط ما في شيء. قال الرجال الظهر، قلت ما كلمتك ممكن احد مكلم. قلت انا بني في شوي بس بنختم بس. قال لا يا ابو عبد الرحمن أيه. والله ما زل عليك هلا عبد الرحمن يلا حي ما تقول انا ابو فهد انا عبد الغني البكري وينك في؟ قال في هولندا مدري وين مدري في كندا مدري وين وش عندك؟ قلت يا ولد انا كنت بسألك عن موضوع ما دام انك برا الله يستر عليك. قالوا شنو؟ قلت جاني كذا 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 كذا. قال الله يبارك لك والله نتمنى انها تكون 100,000. قلت شو السالفه؟ قال تذكر الاسم اللي وديته لك في الشركه الفلانيه؟ قلت نعم. قال انا طلعت منهم من زمان شفيح. انا طلعت منهم تذكر جبت لك منها 500 مدري 600 يوم عيد؟ قلت اي والله اذكرها. قال انا طلعت من الشركه وشوفهم انا مجمعوا لك. والله يا ابو عبد الله يهون الجميع اني فلا اعلم اللي ريال واحد عند الشركه اتدي اخرجها لك الفي هو يخلفه يقول سبحانه وعد وعهد انه يخلف عليك من اي ملك لانه هو ملك الملوك. هتدري بعدها هتدري بعدها قلت والله اني ما اسال حتى عن الشركه ولي ولا مالي شيء عقب ما صار هالموقف تجي فلا اسال عنها. لا انا اجي انا بنقوم مو ولدي بنقوم اني فلا اسال عنها. تعال علينا خلينا تعال بس تعال تعال والله بنمر تعال تعال نبدا ودي بالكامل تعال نبدا الله يطول عمرك الله يخلف عليك يا ابو عبد الرحمن. ودنا نكمل لكن الشيخ مستعجل بنمر المعرض ونكمل احنا سولفنا في المعرض ايش رايكم؟ هيا تفضل. سبحان الله ما شاء الله والله ما تخلون نروح الشيخ اليوم كلنا والله ان يا شيخ عايض انا معانا محر كلهم يبغون يروحوا. خلف الله حريكم ورحم والديكم يا شيخ الله يوفقك بارك الله فيكم يا حبيبي ما شاء الله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. اوه يا وحده كلها بحرف الصادق يقول صلاه الله يخلف عليك رجال حافظين المواثيق علومهم بصد ما هي دعايا الله ما شاء الله حنا وبوه سم ما شاء الله سألوني ألمية أحمد العبد الله تعال حافظ عليك تفضل تفضل يا شلون حفظت هذا تفضل من حب الأسدين ما شاء الله ما شاء الله تفضل الله تفضل ابو صالح تفضلوا يزيدكم يا شيخ عايض جعل ربي يمد في حياتك ما هو بكل واحد لما انه جوه الضيفان قام يفتخر ما عنده من اعمال ولا شيء حنا وانت وانت ترك شيخنا واحد منا لما جانا الضيف افتخرنا بهذا الوقف الله يجعل خير ونبغى من كلمه لجميع القائمين على وقف الرحمه. اولا نسال الله يجزاهم خير الجزاء القائمين لان ما وضعتهم الدوله الا هم امناء وهم عليهم رقابة في الدنيا ورقابة في الآخرة. الثاني شوف يا أخي الأيتام ترى الله سبحانه في وسعه أنه ما يجعل يتيم لكن يبتلينا حنا ويمتحنا على هنا بنرحم اليتيم ولا لا. نعم ألم يجدك يتيما فآوى ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة تكون مرافق لمحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ تقدمه ترافق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الآن الأرامل كم من يعني إذا أردت يحفظك الله في أهلك وذريتك وبناتك احفظ الناس في أهلهم كلا
الآن المريض كم عائلنا سعادة وافطرنا ونمشي على أقدامنا، كم واحد الآن منوم في المستشفيات ينتظر دعم كثير. الله المستعان. الطالب اللي ما يجد حتى فسحة ولا ملابس، تفريج الكرب، يقول عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله يجعلنا آمين. والفقير ما عندكم ينفد وما عند الله يبقى. هذا شوف، إذا أردت العافية والصحة والخلف من الله والعوض والأجر ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. والله يا شيخ أن لو دفعنا عشر معشار ما ندفعه في عزائمنا وتكلفاتنا وأشيان اللي تحت ما تحضرها النية، إن نسعد سعادة ما بعد سعادة، صدق. ونجد الخلف في صحتنا ومالنا وحلالنا وعند ربنا ومولانا، صدق. الله الله يا إخواني سأهموا، قول صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء يا رب. وبشرك السام بغير 250 وخير ما ينقطع، صدق. الله يجعلنا وياكم من المنفقين، ويجعلنا وياكم من اللي يتبعون أحسن الكلام والأفعال، ويجعلنا وياكم مفاتيح الخير. والله يا أبو عبد الله لو ما أدري بظرفك أنا ما نخليك تروح، أظني ما يكفينا مقلب بكرة، لكن أنا مقدر ارتباطك وظرفك وأخوياك ينتظرون. نعم. وجعل ربي يرفع قدرك. وعند ارتباط جهة البيت لأني لابد بيني وبينك أرجع، وعندنا كتاب الآن في عن أسماء الله الحسنى. الله يسعدنا وياك. الله يبيض وجهك. شكرا. نلقاكم على خير. نعم يا أبو عبد الله. شكرا. أنتوا استريحوا، حنا حلقتنا باقي. بودي الشيخ وكمل الحلقة يا أبو علي لو سمحت. تفضل يا أبو عبد الله. استريحوا يا أبو تخيل. بين اتصال. استريحوا. السلام عليكم. كمل يا أبو علي. تفضل يا أبو علي. البث معكم. تفضلوا. تفضل يا مان. بالخير ويبارك فيكم في جميع أوقاتكم بكل خير والسعادة والسرور. حقيقة خدمتكم شرف وترفع الرأس، وأنا خدام الشيوخ زي ما يقولون. والحقيقة لما سمعت بدخيل أنه بيجي، والله ما أدري أنه مرض أو سوى بعض الحصات إلا البارح في آخر الليل، فقلت أجل اثنين في واحد عزيمة بدون إيش، بدون عظام يقولون. أيه خروف بدون إيش. نعم، فبتخيل إن شاء الله أن زيارته واجبة، ولكن المحبة تراها في القلوب، ولن يختلف معاه في كثير من الأمور، لأنه صغير اختلافك يعني رجوله وطيب وانت رعيه ما عليك زود، ولم يسمع لأنه يحاول يسقط عليه في أمور لا بشرك أنك جيت لك فضيحة ما هو قادر عليها. ها أنت خصصوك المجموعة أنك أنت المذن. إيه ما هذه صح أربع زوجة المذن. أنا أصدق وضح حقك المذن. شوف المذن بالصلاة الظهر قد ابو علي تبي تنافس على الاذان. ها المن عينه لهم واحد جديد. اسال الله ان يجمعنا وياكم على الخير دائما. قدام شيء وجه سؤال قلت لكم ورد عليه الشيخ عايض. الشيخ عايض يعني الحقيقه درس. نعم درس ويعطي كلمه، لكن ذكرني انا في موقف جرى لي انا شخصيا. اسلم. كنت ذات يوم في المسجد، يمكنني قد قلت ابو صالح والله ما ادري، لكن اللي فاده تطيب الاعاده ما شاء الله. كنت جالس في المسجد قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر والله ما أدري، المهم إني ما باقي في المسجد إلا أنا. هو ما بهذا حق المصاحف هذا. أي نعم. حوالي عشرة قدام أنا قدام في الروضة قدام المصلي. أيوه قدام شو اسمه المصلي. مقد أيوه حق الإمام هذا. المحراب. المحراب جزاك الله خير. ويجي حشرة خضراء كلكم تعرفونها لها ريحة زايدة مرة 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 إذا صارت تصير في الأشجار. أي فجأة تجي لها كذا، فقلت بها كذا هشيتها ورا ورديتها إلى هناك. الله أكبر. راحت إلى هناك ورجعت ثاني مرة ورديتها ثاني مرة. الله لي ومرها. شوف كيف، شوف الأرزاق، شوف التقدير، شوف قدام العين اللي بيأكلها الدود. أسلم. المحراب واطي شوية، جالتها من هنا مرتفعة، وجالتها من هنا مرتفعة حوالي 25 سنتي إلى حدودها. والمصاحف هذه فوقها هذه فوق هذه. ورديتها ثاني مرة، ثالث مرة رديتها جهة المحراب أو في محل ثاني، وأنا طالع فيها لو راجعت تعدت المحراب وتعدتني، وهناك تناصفت هذا. قلت بقول لا خلاص خليت المصحف أتفرج أنا في هذه، وهي تطلع يمكنها عبرة لي وتخلي يمكن واحد من هذه حق المصاحف، وتجي عند الثالث وتجي تطلع فيه ما هو بكذا، ويوم طلعت إلى نص هذا ويسقط عليها شو اسمه بشبشانة وما أدري، ويسقط عليها سرعة الطير ويلقطها. لا إله سبحان الله. هذا رايح تحت المصحف هنا.
قسما بآيات الله من أراد أن يعرف نفسه فذلك مرسلة له ما تزل ذا العين يعني مرسلة له. أنا رديتها 3 مرات وبغاها تطلع مع الباب، الباب اللي قدام المقدم وذلك ليش كذا طعمته أشوف وبس يعني توسطت إلى هنا وينقض عليها انقضاء ويلقطها ويرجع تحت المصحف يسمن ما يشوف أحد. شوف كيف فأي رزق يجي لك. نعم. وما خلق الله سبحانه وتعالى عبد ألا واكتفل فيه سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى وننزله بقدر معلوم. رحت في باقي لي دقيقة كذا راح أحول لكم الميكروفون أنا باقي الأذان رحنا في عقبة هناك طويلة وأخذت صورة من المشراف كذا زمان وأشوف اللي هو الوقت تفكر في هذا العقاب وهذا الوديان وهذا السماء وهذا والعشب قايل عليها كذا. إيش اللي أعبر عنها؟ قلت بحط عليها 2 تقعد التاريخ إن شاء الله إلى قيام الساعة. كتبت في أسفل الصورة كبرتها وحطيت عليها تمر الدقائق والثواني بلا وقفات بلا وقفات وحاولت ضرب فيه له ثواني يوقف بي لأنه لو زاد عن أكثر من ثانية يموت الواحد يمكن كذا. تمر الدقائق والثواني بلا وقفات وحاولت ضرب فيه له ثواني يوقف بي فمهما يعيش الشخص لا بد له ما مات وصورة من الماضي لمن وده بحبي الحفيظ اللي يذكر بخير يا أخوان. هذه حرمة يعني قصتها غريبة، هذه محسولة يعني مشلولة ولها ولايد ابو 12 يدرس يروح المدرسة بجنب البيت ما هو بعيد وفيها أرضية تجمع بها الحمام سبحان الله العظيم. هي أخذت من العلاج طول السنين ما استفادت من شيء سبحان الله. المحسولة ذي لما أن العرب أفطروا وعينوا خير تجمع الخبيزات والدقة وتحطها لها بكريتي الباقي. قالت يا ولدي أنت وين تروح؟ قال والله أنا أروح المكان سبحان الله في حمام كثير لا إله إلا الله في حمام كثير متليم. قالت يا ولدي خذ الكريتين هذا هالي داقة فضلات الخبوز وحاطته مثل الجريش هذا الكريتين رح وكبه وفرش الكريتين ذا ورح للمدرسة. المهم أنه راح المدرسة ورجع وإذا الخبيزات هذه لتليم الحسولة ذي اللي هي مشلولة له واتسلها الحمام كله ما يضيع عند الله شيء. المهم جاءها وقال يا أمه والله أني الكرتون هذا كله يعني حوالي 10 كيلو شلته يلا وصلته وإن يوم رجعت للمدرسة أنه كله الحمام لاقطه هالقطاعات هذه اللي يتلقطها. أراد الله سبحانه وتعالى دومت على الشيء هذا فترات نقل لنا أسبوع أو أكثر شوي يقول لك والله أن أول ما طشت العصا وتالي لا إله إلا الله طابت ورجليها ويديها سبحان الله ولا ما عند الله شيء مثل يضيع مهما تبذل كثير قليل حتى عند الحيوانات كل تبذل الرطبة فيها خير وفيها بركة وفيها أجر الحمد لله سلامة الجيش سلمت الله يرفع قدرك يطول عمرك والسامع. تفضل يا أبو عبد الرحمن. هذا طال عمرك يقولون بس سمعت أنا حقيقة سالفة وقبل أدري حتى عن صحتها لكن يقولون واحد يا كان مسجون أو كان من كم متفرغ عشان يتابع يقول أرى له نملة نملة جت النمل وهذه فيها أسرار النمل هذا عالم سبحان الله. فجت تبي لها حبة حبة برة وحبة فما قدرت فيها تبى تسحبها توديها للبيت ما قدرت فيها فتركتها وراحت وجابت لها معها 2 والله سمعنا يقول يوم شفتها جت يقول الرجل هذا شال الحبة جت لأنه وقفت على مكانها دورت 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 رجعت بقت فيها تدور حولها نزلتها مكانها جت ولقتها حاولت فيها حاولت فيها ما قدرت راحت مرة ثانية جابت 3 مدي 4 الله أكبر معها تعزم نعم عزم عليها عشان يساعدونها بيودونها للسكن سبحان الله. يقول رفعها وين جن دارا 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 يقول هن وقفا لا يدورن ولا شيء لأن عندها أسرار عند شيء عالم بس هي الوحيدة اللي تفر 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 ما وجدت شيء انقضن عليها وقطعنها قطع ذبحنها
عاد كان واحد يسولف يعلق قروي السالفة ذي يقول يا ليتنا نسوي بشذوبنا مثل ما يسوي الناس مثل ما سويت بخواتها الله نستعان أبو عبد الله ملا خلاص أبو طيب أبو علي يقولون إن الاستديو روح لهم الظاهر لذان قرب ولا أسلم أبو تخيل من قال صراحة الصدقة واليتيم صدقة إن شاء الله مقبولة في أي حال أحسنت أبو تخيل يقول طال عمركم يسمع فيه رجال له جيران في حي من أحياء الرياض وبيبيوت تتاجر شعبية ورخاص يقول نزل ناسم قبل ثلاثة أيام في آخر الشارع يقول مع المصلين ورجال شرواكم قال ترى الجماعة يقول واحد من المصلين يا جماعة ترى نزل هنا حرمة على أيتام الرجل هذا مقدم له في شرها شرها الشرعية تعرف من لها يمكن 10 سنين أو مدلكة ما نزلت قام عليه ويوم ظهر المسجد بعد كلام بعد الخير بالمصلي هل الصلاه ما يجيك منهم الا يقول طلع عليه يروح البقاله ويروح البقاله وياخذ لها اغراض بحول 100 ريال من دجاج لا تصير واروح واطق البولي يظهر علي وليدي من اليتامى ويعطيه اياه ويرجع يقول والله اني ما وصلت البيت الا رساله جايه الشارع اللي من 10 سنين جاي نزلت كانت مدقره حركه هذا البيت لا اله الا الله وعند الله فضلا كبير اليتيم لها لقيت لي قصه يعني ملفته صراحه اسلم في نوعيتها يقول راح صاحب جماعه مسجد يقول كانت فيه مره يقول مسجدنا جامع كانت تجي يوم الجمعه وتنطر الشيطان على المصلين لفاضل من صلاه الجمعه وراقبوها الناس قالوا يا ولد هذه اكيد انها من حينا وين تروح؟ راقبوهم رفهم دمك مكانها بيتها اللي تجي منه تجي على رجلها المسجد ما هو بعيدة منها الجمعة الثانية ما تجي الجمعة اللي بعد تجي طونها جماعة المسجد دروا عنها وقالوا هذه يعني لابد هذه يمكن نروح نتأكد هي متسولة ولا محتاجة لابد تأكد راحوا يوم جولوا والله إن بيت أيتام بيت أيتام أيتام ردت عليهم من ورقة وحنا من جيرانك قالوا إحنا العلوم أعطينا العلوم أعطينا كذا أعطينا كذا إحنا ترى شفناك وأنت تجي المسجد وكذا علموها الوضع مكشوف قالت صحيح أنا أجي من حاج وكذا قالوا طيب إحنا نشوف الجمعة تجي والجمعة ما تجي أكثر الأوقات ما تجي قالت أحيانا اللي حصل في الجمعة الأولى يكفينهم مصروف ما نسع وتجي الجمعة وأنا ما احتاجت ما أروح وأنا ماني محتاجة شوف يا أخوي ها؟ الله يعني وأنا ما موجود أنا ما أروح كل جمعة أروح الجمعة اللي ما جد اللي ما ألقى فيها عيش اللي ما ألقى فيها شيء أروح بعض الأحيان يعني أجمع منها من الجمعة هذه ما يسد حاجتي لأكثر من أسبوعين أسبوع الأول أسبوع الثاني ولا أجي الجمعة اللي بعدها أجي يقول قالوا الجيران خلاص هذه الفرصة والمرأة الصادقة هي صادقة صحيح الله قعدوا الجيران يجمعون طال عمرك وضعهم يرتبوا لها مدة جيدة ولا دروا طال عمرك إلا الخبر الجميل قالت لهم لا عاد تقدموا شيء خلاص أنا تقدم لي ابن عمي لي رجل أعمال يا سلام شاب بعد ما هو بكبير هي شابة عندها 3 أو 4 أطفال 5 أطفال شوف الرزق رجل من أبناء عمومتي ما يدري عنها الناس ديرتها بعيد وهذا ولا يعني في ناس يصير يمر على مثل هالموقف صادق تقدم لي ابن عم لي رجل اعمال ثري وافقت عليه ومتكفل بالاطفال ومتكفل بكل شيء وبيت في المكان الفلاني ومكان الله جزاكم الله خير في اخي اللي جذب انتباهي فيه وشنو هو انها الجمعه اللي ما تحتاج أدبها. ما تجي شوف ادبها لا. حتى وهي محتاجه قالت قول يا الله وقول يا الله ان لا يحجنا ولا انت فان الحاجه كل معرض الله والله ان قد مرينا وان جاتنا الظروف وان عرفنا وان ما جاء عندنا شبعه الا بعد جوع الله يجعلنا وانتم من اللي يرحموا فان اللي يبي ربي يرحمه يرحم عباد الله واللي بيربي يبارك له في ماله ينفق واللي بيربي يبارك له في صحته ينفق واللي بيربي يصلح لذريه ينفق لأن هذا أحد الاختبارات اللي اختبرنا الله تعالى فيها في هذه الأموال اللي هي أصلا منه سبحانه وله يعطينا الكثير ويطلب منا القليل أخواني قليل ويضاعف لنا الأجر أضعاف المضاعفة والله عنده الفضل العظيم الله يجعلنا وأنتم الموفقين يستخدمنا وأنت في طاعته وين هذا الوقف أبو عبد الله لو كلمنا هذا الوقف طال عمرك اسمه وقف عروة
واسمه اي واسمه وقف الرحمه وهنية في الرياض وخص شوف عن الفئات حقتي ابو تخيل الايتام والارامل والمرضى والطلاب وتفريج الكربه والفقير كل المحتاج يعطونه وسهمهم غير 250 للفرد والعائله 500 والاسره كلها 750 يعني اقل سهمها اقل حتى من السهم اللي كنا نتكلم عليه في مكه اللي في مكه 300 هذا غير 250 وتكون مساهم وفي برضه عن عندك هنا فيه سهم الراحمون للتجار وفيه شقه كامله ب 200,000 وفيه متر كامل مربع لك ب 3,000 وعلوم غانمه وكلش تيسر للناس ما عاد يرد الناس من المعروف والاجر الا ان كان نفسهم ولا الشيطان ولا والله نعم محروم ولا ابو صالح اقول محروم صدقت نعم اللي ما يبذل شيء محروم الحقيقه الله يجعلنا وانتم موفقين امين يا رب يوفقنا وياكم ما ادري لا الاذان قر معنا يا علي ولا باقي ابد الله يسر امرك ايش تقول باقي معنا دقيقتين بدك تختمنا بها يا الغنام ابو عبد الرحمن ذكرنا بقصه هذه فيها من العبرة الأمانة أسلم والأمانة متودية منها السماوات والأرض أحسن وأخذها قبلها بن آدم تحملها بن آدم هذا رجل عنده يعني على قد حاله شيء منيحة بالبيت وعنده مريته ولا له إلا ولد أراد الله أن توفى فقام يتمنحون والمنيحة ما تعمر يصيب المهم أنهم وصلت إلى حد الفقر هالأم والوليد قامت تروح الجيرانها وإذا منها استضافتهم عطوها لقمة لولدها وآخر شيء قالت يا ولدي رح دول لك شغل دول ترزق الله لازم تروح المهم طلع وراح لأحد أحد البادية في البر رجل فيه خير شروا هالوجيه وإذا رجل عرف طيب والكرم والوفاء قال وش عندك قال والله أدور شغل قال تسرح بالغنم قال خير عطاه غنمه وقام يسرح بهالغنم ويوم جاء دارت هالايام وجاء يوم من الايام لافن بالعاده له ولد هالبيوده له ولد بسن الشاويذه ربطتهم علاقه صداقه بيناتهم دا يروحوا سوا ويجون سوا ولا من جو هاضلات الغنم قام يمسك مع الام ويحلبون وجاء يوم من الايام مقبل بالحلال ولا يشم ريحه قهوه في المضاف وهو ينصى المضاف ولا عمه موجود قال خير خير يا ولد قال بقهوة لعله طرده ذب عليك كلمات وطرده انقلع بس انقلع انصدم ما يعني نتوقع هذا يصدر من عمه انه عنده مثل ابوله المهم انه انصدم وراح الرجال راح مع ضيفه للديره والولد ما يدري ودوا له عشاه بالليل وراح يوم جم بكره سرح جم الليلة الثانية راح الولد يودي عشاه يوم جو ويشوف عشاء البارح ما وكل رد العشاء الثاني راح لما قال يمها ان فلان ما تعشى وترى عي ياخذ العشاء وترى عشاء البارح ما كله كرت وش في هذا بذمتنا المره فيها خير هذا بذمتنا اساله وش فيه وش يبي وش يطلب المهم تردد عليه وش لين لز عليه قال بقهوه جاب قلب القهوة قالت بسيطة راح وجاب جابت له جابوا له المعاميل وقالت قالت لولدها خليه يسوي قهوته هو بس راقبه وش يصير فيه يوم انه تقهوى وزين قهوته ولكنه مصبون عليه ماء راح لما قال يمه ولكنه مصبون عليه قربة ماء قالت عود وقل له سوف اصل وبتقهوى معك تاور الشيء هذا وراه علم يوم انه تقهوى الثاني مع الولد قال ودي اغني قال غن قال عمي قال ابوي مو فيه ابوي رايح قام يتمثل بأبيات قال أبا تمنى سان هبة مني صفرا سهات والمغاتير شرشوح باقي مطول السالبة لا خلاص لأنه بيرفع الأذان إن شاء الله وإذا انقطعت نزيد نكملها إن شاء الله في أبا تمنى كان هبة مني صفرا سهات والمغاتير شرشوح وبيت سبيل مبشتة مستقني ولا جضها قدامها الكبش مسدوح واربع دلال كلهن يعملني ومحماسة ما هي عن النار مزيوح مهو بشاور الغنم صرت قني والرب محيني على غير مصلوح يوم جاء الشايب وتعلمه المرأة بالكلام ويطلع له من بكرة في المرعى هو عياله قال ويجمعهم يوم انهم اجتمعوا قال عيالي لين لطف الجو بينه وبين الولد هذي قال يا ولدي تدري ان حلال هذا ثلثه لابوك شلون قال ان ابوك معطيني 10 شياهم من 13 سنة وهذه عياله من اول يودعون وهذه عيال وعود رايح فقير يشاوي وعود رايح حلال رايح
وهذه أمانة الرجل. الله يبيض وجهك وجه. شاكر لكم جميعا والوقت داهمنا. بيض الله وجهك يا الغنام، بيض الله وجه الشيخ عادل القرني، بيض الله وجهكم شيباننا الأوفياء الأجلاء، وانت يجيبكم إن شاء الله يا متابعينا بكرة في نفس الموعد الساعة 10 الصباح في حلقة متجددة وضيوف متجددين وعلوم إن شاء الله ترضي الله تعالى ثم تعجبكم. نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبيض وجهكم. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا